انه حتى بنات بلدي ممكن انهم يروح مستقبلهم او يتدمر. هذا الشيء طبعا مش حاقبل فيه. هسه في بنات مقتنعات انه الزواج المبكر هو اشي رائع، انه والله تلبس بدة العرس وتحط مكياج، وهاي اول ليلة راح تفرح والثانية راح تفرح والثالثة والعشرة كمان، بس بعدين شو مصيرها راح يصير فيها؟ وشو راح يصير بمسؤولياتها؟ هاي الأشياء النشاطات اللي أنا بعملها للبنات، للأهل وللبنات. مرام معلش شحن صورتك. بحس بابا انه كثير فخور فيني صراحة، هو اللي بيعطيني الشجاعة اني احكي واتكلم واكون متكلمة. يعني لما بحس في تشجيع منه ومن ماما بحس بالقوة واني لازم احكي ولازم ادافع عن حقوق البنات.